بسم الله. دلوقتي لو انا رسمت طريق باي ستايل بالشكل دوت، دلوقتي لو انا عايز اعدل في احدى الاتجاهين، يعني مثلا عايز اعدل في الرايح وما اعدلش في اللي جاي، اعمل الموضوع ده ازاي؟ انا هنا بيعدل في جيومتري ليت مود، هقول له اعدل في الستايل، انا عايز اعدل في الشكل الكوبري. ممكن اقول له انا عايز اعدل في الفورورد او في الباكورد، اقول له فورورد تمام. اقول لي انت عايز تعدل من اللي فين؟ ممكن اقول له انا مش عايز اعدل في المسار كله، ده انا عايز اعدل في زونة معينة تمام، يعني التعديل كله هيبقى في الحتة دي بس تمام. هو خارج من الكوبري هيلاقي حتة معينة يعدل فيها تمام. طيب دي هتعدلها ازاي؟ اقول له مثلا الحتة دي انا عايزها مثلا يبقى فيها 4 مسارات مش 2 بس على سبيل المثال تمام، هتبقى بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعدل في الباكورد هاجي هنا. طيب هي دلوقتي اتجاه واحد او قصدي مسار واحد، اقول له خليها مسارين ونشوف هتعمل ازاي. اهيت وبيديني هو اللينس وبيديني الستارت ستيشن وبيديني الاند ستيشن. طيب دلوقتي اخر حاجه لو انا عايز اعدل في الرود سايد جريدنج اللي هي على الجنبين، هو دلوقتي بيحسبها مثلا بالفيكس ويست ويت 10 متر، هو ممكن اقول له بالفيكس سلوب وابدا انا احددها. يعني ممكن اقول له القط سلوب بتاعي هيبقى قد ايه والفيل سلوب بتاعي هيبقى قد ايه.